عقد لقاء الأحزاب اللبنانية في الجنوب اجتماعه الدوري في مقر قيادة التنظيم الشعبي الناصري وبحضور الأمين العام الدكتور أسامة سعد، ودعا اللقاء إلى تظاهرة في صيدا دعما للفلسطينيين في القدس والأرض المحتلة في مواجهة القمع الصهيوني. وصدر عن المجتمعين بيان تلاه عضو اللجنة المركزية للتنظيم نصيف عيسى. يدين اللقاء سياسة القمع الصهيونية ضد الشعب العربي الفلسطيني، مستنكرا هذا الصمت العربي والدولي المريب الذي يساهم في قتل وذبح الشعب الفلسطيني، ومحيا انتفاضة الفلسطينيين دفاعا عن حقوقهم. وهذا القمع يترافق مع ذكرى نفذها العدو الصهيوني من صبرا وشتيلة وغيرها من المجازر التي ارتكبها. لذلك يدعى اللقاء إلى مسيرة جماهيرية في مدينة صيدا يوم الثلاثاء 22/9/2015 الساعة 6 مساء، تنطلق من ساحة الشهداء في صيدا باتجاه ساحة النجم. أكد اللقاء على أهمية الحراك الشعبي القائم في لبنان وعلى مطالبه المحقة والمشروعة في الانتفاضة ضد سلطة فاسدة، وعبر اللقاء عن تأييده الكامل والمتضامن مع الحراك لجهة المطالبة بإقرار قانون انتخابي على قاعدة النسبية خارج القيد الطائفي، وعلى محاربة الفساد المستشري الذي تمارسه هذه السلطة الفاسدة. كما دعا اللقاء إلى الانتباه من محاولة البعض حرف هذا الحراك عن مساره الحقيقي والتعمية عن الفاسدين الحقيقيين الذين نهبوا الدولة وما زالوا. أكد اللقاء على أهمية الحوار الوطني الذي دعا إليه دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري، داعيا القوى السياسية إلى الكف عن الرهانات الخارجية والالتفات إلى الأزمة الحقيقية التي يعاني منها اللبنانيون. أخيرا، توجه اللقاء إلى اللبنانيين عموما والمسلمين بشكل خاص بالمباركة بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك.